القرآنের আলো القرآنের আলো নারা তাকবীর أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق وخلق الجن من مارج من نار
بأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض بأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين. وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم لو أنزلنا
متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ধন্য মায়ের ধন্য ছেলে না হবে হবে দাঁড়াও হবে একটু পরে একটু একটু এক মিনিট।